Hallo, meine liebe Schüler und Schülerinnen, wie geht's Ihnen? Heute lernen wir Lektion 5 und die Uhrzeit. Die Uhrzeit, الوقت, أو التوقيت. لما أجي أسأل على الوقت بسأل عنه wie spät ist es? Wie spät ist es? Oder wie viel Uhr ist es? تمام؟ والإجابة بتاعتي تبقى es ist 10 Uhr, 3 Uhr وهكذا. لما باجي دلوقتي هنرسم الساعة قدامنا وفي مصطلحات كده رئيسية لازم نبقى عارفينها زي فيرتل اوكي الربع يعني فيرتل والربع برضو اللي هو في الناحية التانية بيبقى اسمه فيرتل والنص بيبقى اسمه هالب وانا مزودة حتة كده من عندي اسمها هالب بلوس اينز وهنفهمها دلوقتي يعني ايه والجزء ده بيبقى اسمه ناخ تمام الجزء ده اسمه ناخ والجزء اللي هو الناحية التانية بيبقى اسمه فور إلا يبقى ناخ يعني وي وفور يعني إلا طيب تعالوا نشوف دلوقتي لما أجي أكتب الساعة هنكتبها إزاي يعني لو عندي دلوقتي الساعة 3:05 كأني بقول خمسة بعد الثلاثة خمس دقايق بعد الثلاثة يبقى هنقول فونت ناخ دغاية ساعة خمس دقايق بعد الثلاثة طيب لو قلت ثلاثة وعشرة هتبقى سين ناخ دغاية يبقى هتبقى اسمها فيرتل ناخ دغاية فيرتل ناخ دغاية طيب تلاتة وتلت تلت يعني 20 دقيقة بعد التلاتة يعني اسمها سبانفش ناخ دغاية اوكي طيب نيجي عند ثلاثة ونص هنقول الثلاثة ونص قبل 3:25 يعني الثلاثة ونص أنا قلت لكم فوق هنا معناها هالب بلوس اينز هالب بلوس اينز يعني إيه هالب بلوس اينز؟ يعني هالب كلمة هالب هحطها ونزود اينز هنزود اينز على إيه؟ على الدغاية دي يبقى هالب فير يعني كأنها فوق النص ساعة وتبقى الساعة فير يبقى هالب فير تمام يبقى لو الساعة 3:30 هقول هالب فير لو 4:30 تبقى هالب فونف لو 6:30 تبقى هالب زيبن لو 7:30 تبقى هالب أخت يبقى هالب ونزود واحد على الساعة اللي عندي تمام طيب نيجي نشوف 3:25 طيب انا الجزء ده اهو اللي اسمه ادي فونف وادي زكس الجزء ده وادي الجزء ده احنا بالعربي عندنا لما بنيجي نقول الساعة بقول 3:30 الا 5 الجزء ده بقول 3:30 الا 5 يبقى الحتة دي هتبقى فيها كلمة الا اللي هي فور وهنا بقول ونص وخمسة يعني دي هتبقى اسمها ناخ تمام طيب يبقى أنا هنا دلوقتي الساعة 3:25 يعني 5 دقايق قبل ما نوصل لتلاتة ونص يبقى فونف فور ونقول بقى هالب بتاعتنا اللي هي هالب فير تمام 5 دقايق قبل ما نوصل لتلاتة ونص اللي هي أصلا 3:30 كانت اسمها إيه؟ كانت اسمها هالب فير أوكي طيب نيجي نشوف
نشوف بقى الناحية التانية اللي هي إلا، الجزء بتاع إلا. هقول عندي الساعة 3 إلا 5 معناها كام بالأرقام؟ 2:55 دقيقة، تمام؟ اللي هو هيبقى هنا العقرب الكبير هيبقى عند 11، يبقى 2:55 معناها ايه؟ 5 دقايق قبل الثلاثة، يبقى 5:04 دراي. اوكي طيب، لو قلنا 2:50 دقيقة معناها 10 دقايق قبل الثلاثة، تبقى 2:04 دراي. اوكي طيب، 2:45 نفس الكلام زي هناك، بس بدل ما بقول هنا ناخ بقول في الحته دي في الناحيه الثانيه بنقول 4، يبقى هنا فيرتل 4 دغاي. اوكي طيب، 2:40 دقيقه، يعني 20 دقيقه وتبقى الساعه 3، يبقى 18:40. طيب 2:35، احنا الناحية التانية لما كنا بنتكلم في الجزء ده كنا بنقول ايه؟ 1:55، يبقى هنيجي نتكلم في الجزء ده ونقول 1:55، يعني فومف ناخ، بدل ما كنا بنقول فومف فور هقول فومف ناخ. فومف ناخ هالب ايه؟ هالب دراي، اللي هي كأنها 2:30، فقلنا هالب دراي، تمام؟ طيب ندي كده يبونج صغير كده، يعني لو سألتكم دلوقتي وقلنا الساعة اتسباي 2:10، هتبقى ايه؟ 10 دقايق بعد الاثنين، يعني اتسين ناخ اتسباي، سين ناخ اتسباي. طيب لو قلنا الساعة 10:30، ساعة 10:30، يعني هنكتب كلمة هالب زي ما قلنا ونزود اين على العشرة، تبقى هالب الف، هالب الف. اوكي لو قلنا الساعة 5:15، الربع يعني فيرتل، يبقى اسمه فيرتل ناخ فونف، فيرتل ناخ فونف. اوكي يبقى ده كده السؤال عن الساعة. طيب عندي كلمات كده أساسية لازم نبقى عارفينها برضو بتجيلي مع سؤال الساعة، وهما هو شتوندن شتوندن اور شتوندن اوند شتوندن. طيب ايه معنى كلمة اور؟ احنا عارفين ان كلمة اور معناها ساعة، كلمة اور معناها ساعة. طب وشتوندة معناها ساعة برضو، ولكن فترة زمنية، فترة وقت، ساعة وقت من الزمن، فترة زمنية. وهنا الجمع بتاعها ساعات او فترات من الايه؟ من الوقت، فترات او حصص، بتيجي برضو بمعنى حصص، وهنا برضو بتيجي بمعنى حصة، تمام؟ طيب لما اجي اكتب دلوقتي بايشبيل اكزامبل، يعني هقول ايش كوف، انا اشتريت ايش كوف اين اور، انا اشتريت ساعة اين اور، يبقى انا اشتريت ساعة، ما ينفعش اقول ايش كوف اين شتوند، لا ايش كوف اين اور. اوكي طيب هقول دي ارست شتوند، دي ارست شتوند ايست دويتش، الحصه الاولى تكون دويتش،
دي erste Stunde ist Deutsch. يبقى هنا معناها بمعنى حصة. طيب هاجي أقول جملة تانية، هنقول مثلا der Film dauert. Der Film dauert 2 Stunden. 2 Stunden. معناها إيه؟ معناها إن الفيلم استغرق ساعتين. يبقى هنا ساعتين بمعنى فترة زمنية. يبقى إحنا هنا كده شفنا كلمة Stunde في الجملة ديت جاية بمعنى حصة. وهنا جاية بمعنى إيه؟ ساعات، فترة زمنية. طيب أنا ممكن أجيب جمع حصة وأقول إيه مثلا؟ Ich habe heute. Ich habe heute مثلا 5 Stunden. أنا عندي النهاردة 5 حصص. Ich habe heute 2 Stunden. يبقى إحنا كده جبنا البلورال بتاعها. أوكي. طيب يا أولاد بقى، يبقى إحنا دلوقتي أنا خلصنا الدرس بتاع الساعة، يبقى احنا دلوقتي الأسئلة دي ممكن تجيلي في تشوز، في سؤال أوز فيلن تشوز، وممكن يجيلي في سؤال الألتاب سيتواسيون اللي هو المواقف، يعني يجي يقولي مثلا دو فراجست ناخ دير أور سايت، دو فراجست ناخ دير أور سايت. بتسأل عن الساعة، يبقى بتسأل هتقول إيه؟ اللي إحنا قلناها فوق اللي هي في شبيت إست، في شبيت إست إس، وده في فيل أو إست إس، الحاجات اللي إحنا إيه؟ كنا كاتبينها في الأول. وكده إحنا خلصنا الدرس بتاعنا، يا ريت بقى إحنا نحل عليه، ولو في حاجة تسألوني في اللي إنتوا مش عارفينه. أوكي، دانكي فيلن دانك وند تشوز.